صاروا الاستقرار خصنا نلعبوا شي غرفو يكون خطير غرفو يكون طالع في راس البشر. مشاهدي انفاس برايس اهلا بكم، حنا بمهرجان البولفار مع احسن جروب في العالم بيتويناتنا. معنا الفوكال ديال الجروب، انت ولد الدار ديما في البولفار، كيفاش الجمهور ديال هذا العام؟ الجمهور ديال البولفار ما كيتبدلش، كيبقى ديما ناشط ولعيبات، المهم ما عمرو كيتبدل، كاين اللي كيشرفوا ومن بعد كيجيبوا ولادهم بحالنا حنا، وكاين المهم فوالا البوبليك ديال البولفار ديما 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 ناشط. بالعكس ما كاينش بوبليك اخر في العالم بحال البولفار بالنسبه لينا حنا. بالنسبه للبولفار الجمهور ديال اليوم ديال الميتا زوين بالنسبه للبارابول باه. انا بالنسبه لينا حنا احسن بيبليك، اللي ماشي زعما باش نكومباريو، ولكن احسن بيبليك اللي كيدوزوا في هذيك 3 ايام هما صحاب الميتا. من ايامات من البدايه ديال البولفار احسن بيبليك اللي كاين هو ديال الميتا، كيبانوا زعما خشينين ولكن هما ظريفين، نفس الكحل ديري الكحل لابسين سلين، المهم طوانك وشعر طويل وداك الشيء مشاكل، ولكن ظريف كتهضر معاه كيقول لك بخير ولا بخير، كيدير الوالده بخير ولاد الناس. دونك فوالا المهم سي دي باسيون، سي دي باسيوني دو ميوزيك، وشحال ما الواحد كان باسيوني بالموسيقى شحال ما كتحس بها في لاسين. هذا الجيتاريست ديال احسن جروب في العالم اليوم، ما طلعتي بلا الشابو ديالك اللي كتطلع به اليوم، ما طلعتي بكاسكيت، علاش؟ نقول لك علاش، حيت الدراري يقول لي مابقاش طلع به، طلعتي لنا في راسنا. والله العظيم كيجيك زوين، الله حساب الغدا نلبسو. كيجيك البوبليك ديال اليوم؟ واعر. خصك باش تقول الجمهور ديال البولفار؟ شكرا شكرا. دوزو عند قمحه، قمحه مول الشعر، الله يحفظك. هذا كيفاش كتحير في سرسان الاحساس ديالك بعد ما كتعطي البوبليك بالدار وكتحير كدور عند الباطن؟ ايوا بغيت فهمتي نقصر معاه شويه، ما فهمتي مع اللور ما كيبانش، شفتي عندو ما كندير الشعر انا واعر، فهمتي كنديرها باش يبان هو واعر، حيت الا ما درتش انا بحالك ما يبانش واعر، داكشي علاش. وبالنسبه لشفنا الاغنيه ديال رمضان ديال اللي خرجتو، طلعتي كديتي ما طلعتيش كتغني الملحه؟ كيف طلعت كندير ملحون، لا 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 انا اللي كنت كندير، هو اللي ما كيغنيش عاوتاني، علاش انا كنغني؟ حيت هو فهمتيني ما كيغنيش، انت اللي كتطلع كتغوت قلت والعيبات، المهم البوبليك هو اللي كيغني هذا المورسو، لان كلشي حافظينه فهمتيني. هذا المورسو هذا من نهار كيبدا رمضان كتسمعوا ديما، كتسمع الطراب وداك الشيء والدينا. علاش احسن جروب في العالم؟ علاش احسن جروب في العالم وعلاش لا؟ لا احسن جروب. اذا مشاهدينا كانوا معنا بتويناتنا احسن جروب في العالم، تهلاو.